هينا واش واش عشاك الليلة واش قالت عشا يا غير فتات ورقادي بالبنات الحكاية راه طويلة هينا وهينا راه الحكاية عاد بدات كانت صغيرة وجميلة يتي ما وقلت الحيلة كانت غير كل بنات السلام عليكم معكم قنديش محمد خليل مغني وكاتب وملحين درت عملية لي لي جينيريك منهم وعدي ولا عليك دار الضمانة الوجه الآخر عيون غيمة الإرث و اعمال اخرى المشكل ديالي ما عنديش ديريكتومون مع اسماء مع اسماء المنور مع هاشم مي لا شونسون اللي 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 داروها هي ماشي شونسون اوريجينال ديالهم كيما كيما كيقولوا سي با اون شونسون اوريجينال لا شونسون غنقول الفكره ديال ايماج فاكتوري لحقاش هما عندهم واحد واحد المسلسل اللي اسمه ديالو هينه كيحكي على المعاناه ديال ديال خادمات المنازل ونورمالمون كان مرتقب انا نغنيه لحقاش ديجا كنا درنا انفيرسون مع انفيرسون مع كريم السلاوي وما تفاهمناش دونك اون ديسيدي باش نبدلو لارونجور هو الموزع الموسيقي دونك خدمنا مع طارق الحجيلي فوالا مشيت عنده لحنا لحنا الاغنيه بجوج لحنا انا تلحن اون بارتي و تلحن اون بارتي باسكو لحنا آه سور بلاص في ستوديو وغنيت دونك غنيت ديك النهار كوبلي كوبلي رفران اي ابخي آه رجعت عندو ابخي آه دو ولا تخوا جوغ باش كملت باش كملت لا شونسون المهم اي ابخي تي تنتفاجئ آه ديغنييغمون هاد الايامات ان لا كاينه في كاينه في شفناه في لي ريزو سوسيو وكاينه سوغ يوتيوب فوالا و جي كونتاكتي ايماج فاكتوري باغابوغ على هادشي هذا قلت لهم زعما وشنو زعما وشنو درتو واش بدلتوني انا بلاصتي هو قالوا لي لا حنا ما بدلناكش هو الى بخي لا شونسون كيما هكاك وحطها في حطها في يوتيوب وش 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 كي ما عرفتش ما عرفتش انا باقي ما عرفتش واش 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 المشكل واش من الموزع واش انا ان حاتم مع عمر ما عارفش ما فهمتش واش هو ما عارفش واش الموزع هو اللي الاغنيه وعطاها لي المهم باقي باقي بزاف ديال الامور ما باينينش أه انا غادي ان شاء الله غادي يسالي هذا الكونفينمون هذا غادي نديرو اون غيونيون حنا و ايماج فاكتو غير باش نعرفو المشكل منين جاي نعرفو بزاف ديال الحوايج المهم باغابوغ لا شونسون لوريجيناليتي ديال لا شونسون أه تترجع أه تترجع لايماج فاكتوري ولي باغول سيرتو كيرجعوا لواحد السيد اللي هو سيناريست و أه سيناريست كتب في, في, لا سيري ديال هينه نيت هو اللي كتب لي بارول ديال هينه أه الاسم ديالو هو محمد رشيد هو اللي كتب لي بارول آه وعندنا بزاف ديال عندنا بزاف ديال لي بروف جونغ دي 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 زيشونج دو ميل ياك فيهم فيهم لي بارول وكل شيء فيهم بزاف ديال الحوايج بزاف ديال لي بروف دونك الا عطى اي واحد اي واحد نقول اي واحد عطى اي واحد دي بروف قبل من هذوك لي دات اللي عندنا حنايا انا نحبس الموسيقى ما نبقاش نغني كاريمون نحبس الموسيقى اللي عنده شي بروف انه انه عنده ليدي قبل قبل مني انا وقبل من ايماج فاكتوري انا جاريت لو نحبس الغنى ما نبقاش نغني كاع قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم للموقع على شبكات التواصل الاجتماعي